هي أنصب طريقة على فكرة. مثل ما حكي رح أحكي مع شهناز وخبرها. أي مزبوط، لازم تعطينا معلومات كاملة عن مكتب الإنيك، وإذا عندهم تجارب سابقة مع مسؤولين تانيين بالضرورة لازم نعرفها مشان يعني تزداد الثقة. الو، مرحبا شهناز. اهلين جابر، شو فكرت منيح؟ فكرت. ايه شو طلع معك؟ الاستاذ غياس هو رح بيكون الوسيط ما بين المكتب الاجنبي وابو اياد. وبيطلع بايده؟ طبعا بيطلع بايده، الاستاذ غياس عقله عم يمشي على الارض. هي شغله، الشغلة الثانية لو ما بيطلع بإيده وأنا متأكد إنه رح بينفذ المهمة على كامل وجه، أنا ما بخاطر بحياته. إيه ممتاز، معناتها فينا نبلش فورا. قبل ما نبلش لازم الأستاذ غياس يجتمع مع جماعة المكتب مشان يعرف طريقته لاستقبال المعلومات وهي القصص، لأنه في احتمال كبير إنه يسألوا أسئلة كتير، فهو لازم يكون حاضر وجاهز مشان يجاوبهم. مزبوط هالحكي. شو بدي أقول لك شهناز؟ ما بعرف إذا بتعرفي لك شي حدا يعني طالع عن طريق المكتب من شاكلة أبو إياد، لأنه أكيد بيقدر يخدمنا وبتصير القصة علينا أسهل. خلص ما تاكل هم أنت، رح سكر وأحكي كم تليفون وإن شاء الله يكون كل شي جاهز ومثل ما بدنا. ماشي، شكرا. ماشي، الله معك. شو قلتك تزبط؟ كل شي طالع مني طيبة وقرب محروق أكيد رح يزبط. يلا يلا.